إذا مشاهدينا متابعينا الأعزاء تستمر منافسات هذا اليوم وانطلاقات سن الكبار من مسافة 5 كيلومترات لنتابع حفلنا الكريم انطلاقة شوطنا 11 بتعداد أشواط هذه الفترة الصباحية لنشاهد منافسات سن الحيل في هذا الشوط. ومع هذه الانطلاقة ومع تواجد 21 شعار واسم مشارك في هذه الانطلاقة وباحث عن ناموس في هذا الصباح مع عملية البحث عن التتويج وعن الناموس، نذهب مباشرة حملنا الكريم إلى أول المراكز لنتابع المقدمة من قبل مصيحة. على المركز الأول مصيحة تعود الملكية لسعود بن علي بن عبد الله المهندي من يقدم لنا شعاره مع أول المراكز. المركز الثاني هدادة وزايد بن منصور بن غانم السيف الخياري من يقدم لنا هدادة على ثاني المراكز. المركز الثالث نتابع على ثالث المراكز شيهانة سعيد بن محمد بن حمد بن طفلة المري يقدم لنا شيهانة على ثالث التحديات. المركز الرابع نتابع تواجد العنود زيد بن سالم بن تخيل المري على المركز الرابع. خامس المراكز من تصل إلى رابع المراكز الشعار البرشلوني مع الدوحة سالم بن عزام خاتم آل عنزان النعيم يقدم لنا هذا المسمى ويقدم لنا الدوحة على المركز الرابع. المركز الخامس من تحمل الرقم 4 شوك طالب بن علي بن حمد الجربوعي. هذا هو النيدان الأول للأسماء الخمسة المتقدمة والمتواجدة بمسيرة هذا الشوط، ومن بعد ذلك نتحول إلى الصدارة لنتابع مصيحة. مصيحة وتعود مكية صيحة لسعود بن علي بن عبد الله المهندي من يقدم لنا مصيحة مع الصدارة والقيادة بالسيطرة التامة على مجريات هذا الشوط ومع تقدم هذا الشعار. المركز الثاني نتابع الأسماء بالمغرب من بعضها البعض، ثلاثة أسماء في موقع واحد بالمغرب من بعضها البعض مع تواجد هدادة على المركز الثاني. هدادة تعود ملكية لزايد بن منصور مغانم سيف الخيرين. المركز الثالث شيهانة نوع من أنواع الطيور الجارحة شيهانة سعيد بن محمد بن حمد بن طفلة المري يقدم لنا شيهانة على المركز الثالث. والمركز الرابع من تحمل الرقم 4 يا لحالات الصدف تواجد شوك وطالب بن علي بن حمد الجربوعي. يا طالب أبناء الريان يطالبونك بناموس هذا الشوط مع تواجد شوك من تتواجد على المركز الرابع. المركز الخامس الدوحة على خامس المراكز سالم بن عنزان بن خاتم العنزان النعيمي يتواجد شعاره على خامس المراكز برفقة منافسة الخماسية الماسية ينطلق شعاره. بدأت تتغير أمور خامس المراكز من قبل النويعس متعب بن طالب بن محمد بن شفيع وصل متعب المضمرين مع النويعس ومع انطلاقتها المميزة وانضمامها إلى الأسماء الخمسة المتقدمة لتحلو المنافسة مع هذه الشعارات ومع الشعارات الكبيرة التي تحملها أسماء كبيرة صالت وجالت في جميع الميادين وفي المحافل المحلية والخارجية. تواجدت هذه الشعارات أيضا جلبت الناموس لميادينا في جميع المحافل المحلية والخارجية. أبناء الشحانية منافسة ثلاثية سيطرة ثلاثية على الثلاث المراكز المتقدمة من قبل شعار أبناء الشحانية مع التواجد وتقدم مصيحة وهدادة وأيضا شيهانة. هدادة ومصيحة وشيهانة ومصيحة هي الغائدة وتسير بمسيرة الكبار. تعود المكيل سعود بن علي بن عبد الله المهندي على أول المراكز. المركز الثاني هدادة. هدادة وحذركم من هدادة، هذه عندها هدة دائما إلى ناموس هذا الشوط وصاحبة انطلاقات خطيرة مع أيضا هذه الانطلاقة المميزة. نتابع شعار زايد بن منصور بغانم سيف الخيرين
شعار رصائد الرموز. يا مو يا ما حصل هذا الشعار على الرموز، على سيوف، على أيضا شلفة وأيضا خناجر وأشدة، رافق هذا الشعار درب النواميس وأيضا يتقدم في هذا السباق المحلي الثاني في أول ظهور لحلة هذا الشعار، لأيضا يطمئن جماهيره بوجوده في عالم التضمير في مستوى عالي ورفيع. نتمنى التوفيق لأيضا شعار صائد الرموز وللشعارات المتواجدة مع انطلاقتنا في هذا اليوم ومع الأيام القادمة بإذن الله تعالى. المركز الثاني مصيحة سعود بن علي بن عبد الله المهندي. المركز الثالث شهان الاسعيد بن محمد بن طفل المري. المركز الرابع رابع المراكز تتواجد النويعس، النويعس ومتابعة صحصح النويعس من انطلقت إلى ثالث المراكز. هذه النويعس من الأسماء الخطيرة الشهيرة المتواجدة والمنطلقة على ثالث التحديات. النويعس تعود الملكية لمتعب بن طالب بن محمد بن شفيع. المركز الرابع رابع التحديات بدأ زيد يزيد من الصرعة مع انطلاقة العنود على المركز الخامس، وزيد بن سالم تخيل المري يقدم لنا العنود ليزيد من النقاط لصالح هذا الشعار مع انطلاقته مع دائرة الأسماء الخمسة المتقدمة. وهنالك قدوم غزلان تقدمت إلى خامس المراكز. محمد بن عتيق البريد المري، ودخلنا أجواء الكيلومتر الأخير. هذه الانطلاقة الجميلة، هذه الانطلاقة المميزة، أسماء كبيرة منطلقة بالمقربة من بعضها البعض، وكأننا في أيضا منافسات سن الحقائق. ما شاء الله ما شاء الله، هذه هي الدادة على الصدارة على المقدمة مع القيادة ومع زايد بن منصور بن خالد مسيف الخيرين. المركز الثاني تقدمت سيوف وصلت لأول ندى. هذه هي سيوف وانطلاقاتها على ثاني التحديات. سلطان بن نوار بن دخيل العتيبي. المركز الثالث خطير البريدي، وصلت غزلان، غازلت الصدارة، غازلت المقدمة، وغزلان محمد بن حمد بن عتيق البريد المري. والمركز الرابع يا سلام، وصل المبتكر، تقدم شعار المبتكر، انطلق لأول ندى مع تقدم الزبارة حمد بن علي بن صالح بن جرحب المري، ولكن هدادة ما طاعت تسلم وبدون أي تعليمات. هذه هي هدادة وهدتها إلى ناموس هذا الشوط. الله، شعار صائد الرموز يتواجد مع هدادة، ينطلق مع هدادة ويعانق الناموس بتقدم هدادة، والأسماء ما زالت في نزاع وصراع لناموس هذا الشوط. فازت هدادة، نهني ونبارك لزايد بن منصور بن قلم سيف الخير. المركز الثاني نويعس لمتعب بن طالب بن حمد بن جيل. المركز الثالث وصلت وجنا لسعيد مبارك بن صالح الفاران المري. المركز الرابع وصلت الزبار لحمد بن علي بن صالح بن جرهم المري. المركز الخامس وصلت سيوف لسلطان بن نوار بن دخيل الله العتيبي. مشاهدينا الكرام، متابعينا الاعزاء، شاهدنا، تابعنا، استمتعنا معكم في هذا الشوط الذي انقضى قبل قليل في منافسة الأسماء والشعارات. وهذه هي هدادة، من فازت معنا وعانقت ناموس هذا الشوط. توقيت الزمن 8:22 33 جزء من الثانية. التهاني والتبريكات لزايد بن منصور آل سيف الخيري على فوز هداد المركز الأول. ثاني المراكز وصلت النويعس. توقيت الزمن 8:22 69 جزء من الثانية. التهاني والتبريكات لمتعب بن طالب بن محمد بن شفيع. المركز الثالث كان الوصول من قبل وجنا. توقيت الزمن 8:23 ثلاث أجزاء من الثانية. نهني ونبارك لمالك وجنا سعيد بن مبارك بن صالح الفاران.